شفتك تدخن في مقطع رغدة، شفتك تدخن، شو طلعت تدخن؟ والله يا عمر كمان هناك عم بتدخن، ولا بفيديو رغدة كنت تدخن. بايز كيفكم؟ والله اسمع من زمان عم بستنى هذا الموضوع، من زمان هيك بقعد على الكمبيوتر هيك بس بقعد ادور عن حدا بده يفضحني اوكي عشان اعمل هذا العنوان، فضيحة عمر بالرب. اخيرا اجت، اخذ اجل الوقت. اوكي، حشرح لكم ايش صار بالضبط، ماشي؟ ابتدت القصة انه يوم من الايام هيك كنت قاعد بامان الله، رغدة حكت لي تعال على فيديو تصوير الها ماشي؟ قلت اوكي. Let's go okay. فرحت على التصوير الدنيا تمام ماشي بعدين نزلت الفيديو تبعها بعد باسبوع في شيء ممكن تلاحظوه بفيديو رغدة هذا انه انا قعدت يومها بالتصوير 4 ساعات بس ممكن ما تنتبهوا اني موجود بالفيديو اصلا اوكي مش حاضر الفيديو كامل قعدت تدور الدوار عن عمر انه اجد العمر بالفيديو ماشي فالفكره انه رغدة كثير شالتني بالمونتاج كثير وقررت تخلي مشهد ما تحركت هو بالرب اوكي مش هاي اللقطه مش هاي هاي اللقطه وانا بطخ على مؤخرتي ترى كانت بتوجع قاعدة توجعي لأسبوع كامل للطخة هاي بس مش موضوع فبتكون بتحضر بأمان الله بعدين بتطلع شو بتلاقي حتكون هي الليدر باللعبة تمام وانت كل اياكم رح تكونوا تلعبوا عندكم لقطة قوية كتير لعمر يعني اي من اللقطات اللي تنعاد على الأصابع اللي بيت فيها بالفيديو بس سبحان الله طلعت انا بستعمل سيجارة إلكترونية ماشي الليدر باللعبة تمام وانت كل اياكم رح تكونوا تلعبوا المهم نزلت هاي اوكي فيوم ما كنت منزل فيديو وانا ما نزل فيديو بالعاده بقرا معظم التعليقات اللي بتنزل بنفس يوم الفيديو عشان هيك انه اشوف شو الوضع يعني انه لو جبت العيد ولا لا كثير ممكن اجيب العيد بفيديوهاتي فهيك طلع لي تقريبا 3 كومنتات جد بنعدوا على اصابع كانت 3 كومنتات انه عمر انت بتدخن وشفناك بفيديو رغده بتدخن وهيك انا صفنت قلت معقول رغده هيك عملت فتحت الفيديو طلعت لي هاي اللقطه فانا صراحه انه شفت هاللقطه هيك انه عامله تعرف كيف انه لو تنشال حتخرب الحركه بتاعت الفيديو فاصلا ما طلبت منها تشيلها بعدين انه يدوب حدا انتبه لها يعني كانت لقطه صغيره بفيديو 15 دقيقه فاهمين علي وما حد شايفني بالفيديو عشان ما بينت معظم الفيديو بعدين صار اشي بعدين ايش في يوتيوبر معين قرر يعمل فيديو عن الموضوع هلا منطقيا انا كانسان بعمل محتوى انتقاد شوف واحد بدخن فيديو ما حعمل تنهيف عليه اوكي جد مش فارقه معي دخن اوكي هلا بحكي لكم شو قصه الدخان معي بالاخير ماشي بس بدي احكي عن هذا اليوتيوبر اوكي فإن برهوم معراوي قرر يعمل رياكت على فيديو رغدة هلا ايش صار هون انا كمان يوم ما كنت منزل فيديو يا اخوان كميه التعليقات عمر شفناك بفيديو برهوم بتدخن عمر صفت انه الناس عرفت عن لقطه السيجاره مو من الفيديو تبع رغدة لا من الفيديو تبع برهوم قلت لازم اشوف شو صار رغدة اكبر لعبه الحبار سكواد جيم مع اليوتيوبر كمان تسيبكم من انه برهوم بنادي سكواد جيم بدك تعمل فيديو عن مسلسل ماشي اعرف اسمه اعرف اسمه اليوتيوبر حلبه ام مسلسل ماشي سكواد جيم يا مفتري تكون هي الليدر باللعبة تمام وانت كلياتكم تعطيني يا باشا اجيب لك ارجيلة ليش 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 يعني اسمع لو كان في تنهيفة محرزة بالموضوع يعني لو كان في نكتة كتير قوية بده يعملها عن الموضوع اقسم بالله مش فارقة معي جد مش فارقة معي ابدا اوكي طلعني انا ايش انا لو 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 لقيت اللقطة اللي مشلح وطلع معك تنهيفة حلوة عليها اعمل التنهيفة وطلعني مشلح عادي جد مش فارقة معي جد ما حعمل اشي ما احكي اشي بس هون طلع شو طلع صحتين يا باشا اجيب لك ارجيله صحتين يا باشا اجيب لك ارجيله مش محرزه التنهيفة مش محرزه انت بس بدك تحطني موقف زباله اوف راح صوتي من الدخان هلا بجرح لكم الموضوع اخر الفيديو ماشي بس هلا خليكم معي خليكم اشبكوا معي اوكي هلا انا مشكلتي مع برهوم حاليا هلا سيبكم من كومنت المشاكل تاعت زمان مشكلتي حاليا انه ليش تعمل زوم علي وانا مبين بدخن فيديو يا دوب ممكن حدا لقط اللقطه اوكي ليش ما في اي سبب ما في اي سبب حتى التنهيفة ما كانت كويس في 50 تنهيفة ممكن اعطيك اياهم لا يكونوا احسن منه صحتين باش اجيب لك ارجيله اجيب لي ارجيله بالله عليك جيب لي ارجيله اقسم بالله يومها كنت بحتاج ارجيله قد ما الفيديو كان متعب تصويره بعدين ما بيرد بالمونتاج بعدين شالوني بالمونتاج هلا ممكن يعني ممكن احكي انه برهوم حاقد علي يعني مثلا باي طريقه بده يطلع لي فضيحه بس لا اكيد برهوم مش حاقد علي عندك كلمات اخيره عندي فرد المي لو مانك معبيه مي كان احسن مش حاقد علي لا شافني بطخ مسدس مي كان بده اياه يكون معبى طلق بده اياني اموت الزلمه فمتابعين برهم قبل ما تبلشوا تهجموا علي بالتعليقات كان ما تكونش والرز ماشي ما تكونش والرز فكر شوي ليش برهم عمل زوم علاقتي وانا بدخن شو جد ما في اي فايده جد هلا بعالمنا كثير من الناس اللي بتتابعوهم على السوشيال ميديا بدخنوا لكن ما بنبين انه
ندخن ليش؟ هلا انا انسان بتابعني مثلا 400 الف حدا، اوكي؟ هلا نحكي انا بدخن بالحقيقه، ليش ما بدخن على السوشيال ميديا؟ مش نفاق، اوكي؟ مش نفاق، مش عشان الواحد يبين انه حياته مثاليه وما بيعمل اغلاط، لا، انا مثلا عندي نسبه متابعين صغار او حتى مراهقين او حتى فئات عمريه كبيره كان يدخن وبطل يدخن، حيشوف السيجاره، السيجاره زيها زي الاكل، زي اي شيء، لما تشوف حدا بيعمل هاي الشغله بصير بدك تعملها، بصير تشوفها شيء نحكي بصير شيء جذاب اكثر بالنسبه لك. وكمان مش منظر حلو تشوف حدا بدخن، عشان احنا صرنا ب 2021 متحضرين، خلاص الدخان تخلف صار. وكمان بتكاش حدا صغير يشوفك بتدخن يصير يحكي انه عادي عمر بدخن خلينا ادخن، انه اذا هو بدخن. في ناس هيك بتفكر ماشي. فبس هاي الفكره العامه من عدم التدخين على الكاميرا، مش عشان اشي، مش نفاق ولا اشي، اوكي؟ بس خلاص انه فانا قصتي انه انا طول حياتي ما بدخن ماشي، كنت طول حياتي جد ما بدخن. بعدين اجيت على الجامعه هون، اوكي؟ كان عمري 18. بيئه الاردن، يعني الاردن بلدي وبحبها، بس بيئتها غلط، اوكي؟ بيئتها بتخلي الواحد اللي ما بدخن يدخن. ما بعرف توقعت احكي شيء اقوى من هيك، بس كل حدا بدخن هون، كل حدا بيزم سجاير وابصر شوف، فسهل كتير انه تنجذب للشغله. غلط كتير جد، ما حد يدخل بالموضوع كتير، انه عادي سيئه جد، تخلف الدخان. اوكي، فالمهم دخنت اللي سنتين زمان، اوكي؟ اذيت حالي كتير، صار عندي مشاكل بالتنفس، ابصر شو، صرت اتعب لما اركض، صرت احس حالي انه خلاص صار عمري 50 وانا عمري 20. فقلت لحالي خلاص، اجت وقتها سجاير الكترونيه، ابصر شو، حولت على الالكترونيه، صرت احيانا ارقل ابصر شو عشان انه ما ادخن، والحمد لله يعني كتير كتير خففت السجاير العاديه. بس والله لكن انا ما بطلع على الستوري عندي او على السوشيال ميديا عموما بدخن، هذا عشان انا بديش اكون السبب انه حدا يبلش هاي العاده السيئه. وطبعا المشاهير اللي بدخنوا على السوشيال ميديا هاي حريتهم الشخصيه، ما بعرف كيف بفكروا ابصر شو، هم حريتهم الشخصيه. بس جد 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 بالله عليكم، لو انت ما بتدخن حياتك ما تفوت سيجارة على تمك، جد كثير متعبه. ولو انت مفكر انه حتخفف الاسترس بحياتك، علميا الدخان بيزيد الاسترس اللي بحياتك، عشان ما بعرف في اسباب علميه للموضوع، بس والله جد انه روح اقرا بيزيد الاسترس، بيزيد ضغط دمك، بيزيد احتماليه انه يجيك سكري، بيزيد احتماليه انه يجيك سرطان. بعرف انه هذا الحكي لازم احكيه لحالي، بس والله عم بحاول اوقف، ومن زمان عم بحاول اوقف، ومعظم الناس اللي بتدخن بتحاول توقف، بس كثير صعب تترك عاده زي هيك. لكن ان شاء الله حتركها، وترقبوا فيديو ان شاء الله تركت كل انواع التدخين. الالكترونيه شغال، بس الالكترونيه كمان اضرارها كثير ان شاء الله قريبا. المهم، فلا غلط مني كان انه ادخن بتصوير، لكن يدوب كان مبين، يدوب ما حد شاف. ليش تيجي وتعمل زوم؟ برهوم فهمني جد، برهوم تعال هاي الانستغرام تبعي مفتوح، هاي المسجز مفتوح، تعال اعطيني سبب واحد مقنع ليش تعمل زوم علي. ولو حكيت لي عشان تعمل نكته، نكته بيض بيض، انت بتشهد انها بيض، انت غالبا اجيت على المونتاج طلعت عليها قلت اشيلها ولا لا، قلت لا خليها عشان بس اضايق عمر. جد ما كان في اي سبب لهذا الموضوع، وجد اشي كتير بقر انه برهوم عم بفكر بهي الطريقه. كلنا بنغلط يا اخي، بدك توقف على غلطتي يا اخي، شو متوقع الناس بطل تتابعني عشان بدخن؟ ما بعرف جد ما بعرف لوين تفكيره وصل. بدي اصفي نيتي جد واحكي انه هو فكرها بتضحك التنهيفه وخلاها وعمل زوم بدون اي سبب ماشي، بس جد مش قادر اصفي نيتي، انا مش قادر اصفي نيتي، عشان اجاني مسجات على انستغرام وانتم شايفين الموضوع نفس الشيء. والله في واحد بعت لي هيك باراجراف كامل من سبات على برهوم، بحكي لي ليش الوساخه هاي، ليش يعني؟ اذا متابعينك نفسهم شايفين انه هاي وساخه، هاي ضاله هاي. بس والله بدك توقف للناس على اغلاطهم تفضل، يعني صراحه شو اسوي لك يعني؟ بس جد انا مش شايف اي سبب. وبعرف انه كثير منكم حيجي يقعد يحكي لي عمر انت عملت فيديو كامل على لقطه ثانيتين طلعها برهوم. الفكره قهرتني، والله الفكره قهرتني، كنت بدي اطلع احكي بالموضوع، وصراحه كمان كنت بدي اصارحكم بالموضوع عشان يعني خلص انه فارطه خلص، صح؟ بس بحكي عن الموضوع خلص، بلكي واحد كان حيبلش دخان وقرر ما يبلش بسببي يعني. يعني انا كنت حابب احكي لكم عن الموضوع مني لحالي، بس اترك انه الحمد لله تركت الدخان جايز، يس. بس يعني الظروف برهوم ورغدة شرار. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. بس والله love you guys. Bye.